عالي. وانت في السماء ولا في الارض؟ الحمد لله ونشكره. الله يقول يقول يعني هو يقول يقول الله يكبرني بعيون الكابرين. يقول يقول من دون يقول ولا الصغار هم صغار ما يلزموني. كيف كيف كيف؟ لا عيد حركة اليد مرة ثانية؟ ما عيد. الشيء إذا قلناه ما ينعاد ما نثنيه. أعجبك ولا سخن؟ سخن؟ سخن. إيش يعني سخن؟ كنت أقول للمازن الله يستر عليه. سخن إيش يعني؟ هل جدي إذا زعلوا أو إذا مثلا ما سمعت له كلام قال تبغى تبي ولا سخن؟ سخن إيش يعني؟ يعني روح سخن هناك في الشمس. خلك تسخن ما لي فيك. أها أنت قلتها المازن وطلع. أتوقع واليوم قلتها واليوم أنت طالع بإذن الله يا أبو أحمد وطلوعك فرقة قطعة من على مسملك مثل فكة من المكة ولا من كل عليك فلذا بإذن الله على فكرة الفكة يكفيك أنك لقبت في 30 يوم بصاحب الوقفات. الله يطول عمرك ما أنت بطالع تبقى كلام الصريح المؤكد. أنا ترى إحساسي دائما يضرب ما أنت بطالع لي. إحساسك دائما مضروب مو يضرب دائما كنت اخترت بكيفك. أنا أقول لك خذ الكلام من اصابعه تغيره بكيفك ما انت بطالع اليوم ولا حاسس تحديت المشاهير ولا هذا حل القاموس سويت تحدي المشاهير عاد يحلقون ما يحلقون والله ناس حلقوا ناس كذابين اخ والله ما حلقش نبي عشان من ناحيه من انت لا بلا تحلق شنبك علشان ما انت بطالع انت ابو احمد قلت سميته بصاحب الوقفات صاحب الوقفات ما نستغني عنه الله يطول عمرك يعزك يا ابو يعزك ولا يذلك الأرض تشلك اليوم حفظني يا بندر الأرض تشلك والسماء تظلك الله أكبر أنت يا أبو أنت يا أحمد أنت يا مناحي يا أبو أحمد يا راعي الوفا والطيب ولا عليك زود سموك بصاحب الوقفات لأنك رجل كريم وجودي الله ما ترد ولا تعرف إلا الكلام الثمين ما عليك زود واطلبك انك ما تكمل ليش تسمع الوازعيات اسمع مرزاني لا الوازعيات شوف واحد عاد مدح حتى لو المدح مكسر هو يكفيك في مدح شوف هذا امر مفروض مو انا ادري مو بقصيد هذا حق ولد عمي هذا كلام ملحن كلام ملحن حلو كلام ملحن عجبتني سواليف ملحنه إحنا اليوم السبت والعصر والله كانت لك مكانة كانت فعل الماضي ولكن غادر أتوقع ما أنت حريص عليها صح؟ للأسف الله يسفهك لا ما أقدر أتكلم بالإشارة طلبناك يا غفار تغفر ذنوبي أبو فرزان مرحبا هل درست الجامعة؟ لا لماذا؟ كنت أتمناه ولكن موفقني ربي درست شبيها ولد عمها كلية تقنية نعم تخصص حتى مكتوب في الشهادة شهادة جامعية متوسطة اها جميل طيب دبلو ابو فرزان ها يا بعدي ما هي الدوافع التي دفعتك للتقديم على برنامج الواقع الصد كثر المدح والجماهيرية لي طبعاً اللهم لك الحمد من أقارب ومن المتابعين في السناب أو التيك توك طيب الجماهيرية والأقارب اللي تقول عليها يوم اجتمعوا عند أبو فرزان وش اللي عند أبو فرزان يميز عن غيره ما أشوف عن يتميز عن الثاني كل واحد يتميز بنفسه على ما في مشكلة لكن اللي تجمعوا عندك الجماهيرية عشان إيش يقول برنامج هذا ينفع لك قدم فيه إيش ينفع لك ليه أنت رجال ما تسمع برنامج تكلم قبله بالسناب وغير السناب يعني احب اصور سنابات احب اوثق اللحظات عندي بعض المقالب عندي فكاهيات في السناب فهمت عندي يعني اشياء تثير المشاهد او يتعجب انت صاحب قصه مع احد المشاهير جبت ضربت مطب قوي مو مطب صدمته في الجبل كنت كان راكب خشينا في جدار انا اياه وسلم هو وانا طرحت بس عقبها زعل لا يا رجال بالعكس ها خليت اشرب ماء بارد وعطيت سمن عسل وما عليه. زانت الامور. سوى انه بيزعل درى انه هو على ما قال هو صاحب الحادث. هو اللي جاب الجبل ذا. قال خلاص ادري سامحتك. فرضى من نفسه. نعم صحيح.
حاجة أو عادة أبو فرزان ما يحبها؟ حاجة والله أشياء واجد، لكن يعني من أشياء لا تقولني، لا تقول علي كلام يعني، لا ترمي عادة فيك ما تحبها. فيني ولا قصب بشكل فيك فيك فيني أنا العجلة. أنت رجل عجول. عجول، وهذا مو بنا عند العائلة كاملة طبعا يعني وراثة من جدي. العجلة عندنا ولا دعوذ بالله، وندمت أشياء كثيرة لكن لعل خير. كل ما قلت بأتركت ما أتذكر. طيب صفة فيك معجبتك، إيش فرق الحين بين الصفة والعادة عشان أعلمك؟ العادة شيء أنت ما كان فيك وأنت اكتسبته وصارت عادة، لكن الصفة صفة من أساس أنها فيك، تشوف أنك جبلت فيها أو جبلت عليها. معجب فيها أنا؟ إيه. صفة معجب فيها أو يعني فيني مرتاح لها. إني أزعل وأرضى على طول، ماني من الناس اللي عقلك صغير ولا قلبك طيب؟ قلبي طيب الحمد لله. وعقلك؟ العقل ما يزنها جبل. جميل. يقول في راسي الثابت ثبات المماليك، بدري على الدنيا تزعزع ذباتي. أخذ الكلام اللي بيبطي في الأسماع، أخذ الكلام اللي بيبطي في الأسماع. ما ودي أكملها فيها عنصري. لا لا تكمل. سلام. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نواف بن فرزان. طيب هل كانت اسم أبو فرزان استشارة ولا؟ لا والله ما هي باستشارة، من راسي وعليه تحديات بعد. هذا الاسم. هنا ولا وين؟ هنا هنا. يلا تمام. تحت تحت تلقاه هناك تحت. تبي انت مفارط القهوة؟ قدامك بالجلسة اللي قدامك. هي والغاز وكل اموره. والله انا سويت مشوار. اسمع الفنجال الجديد بس سخن واشرب، سويت مشوار شرب منها فنجال، بدي فنجالين. سويت الفرج. هذا الرع الشيطان. سويت الحباس فرج. طيب. عفا اقول لك على تحديات حتى الحين يا عمي. كل واحد ما جاء له ولد قال بسميه فرزان، قلت لا تكفو خلوا الاسم هذا لي انا. قالوا بشرط انك لا تزوجت تسمي ولا ترى بنكلك. قلت ها نكلك ايش يعني نكلك؟ انا بمسك بحق. قلت ها اما سميت فرزان باذن الله. اما با ولا اتوقع بكره يختلف كلامك. ليالته وت صلى على النبي. انا ما بتدخل في اشياء سابقه ما ادري ايش. مو سابقه، قادمه تقصد؟ قادمه. واضح اللي مو نايم كويس. يلا واصل. اسمع يا فرزان، اني باذن الله اول اسم لي باذن الله حتى قبل ابوي. قول ان شاء الله. قلت باذن الله باذن الله وان شاء الله. ليش تسمي فرزان؟ هل تميز الاسم ولا برن بجدك؟ لا والله جدي ما لحقت له اصلا. ما لحقت على مسفر خل باقي فرزان. الله يرحمه ويغفر له جميع موتى المسلمين. ما لحقت على من؟ ما لحقت على مسفر خل باقي فرزان. من هو مسفر؟ اها فرزان ورا مسفر. بينهم علي مسفر علي فرزان. انا سحبت على مسفر، سحبت عليه اخترت فرزان لان فرزان نادر. لا ان شاء الله انك ما سحبت عليهم كثر ما انك يعني مو سحبت يعني عليهم على بس الاسم. يعني تعداهم تعداهم تعديتهم تقصد؟ اي فتميز الاسم. صدق انا احب الاسم النادر والله. ما احبك انت. الله يطول عمرك. طيب نواصل الاسئله. لا يعني اني ارحمك في الاسئله، لا لا معليش. يعني هذا اللي بيطلع برايم اليوم يبغى يخلص. أيوة. اللي عنده ديشو. لا لا معليش، في لقاء مع ابو فرزان. استاذنك يا ابو احمد. اذنك براسك موفق. اسلم. ايش كنت اسالك انا تو؟ والله ما ادري ايش كنا نسولف فيه. قبل السؤال الاخير. تقول بتسميه لا تختلف الافكار قصدك كذا بعدين. طيب. فوق كنت بالنادر حلو. اذكرنا موقف صار لك في السواقه. رقدت وكان معي اخواتي وامشي 160 وانت تسوق. وانا اسوق ما صحيت لاني داخل جلد وصيح. تعرف صيح انت البنات الله لا يجزع دوك خير. أيوة والله. انا مشكلتي اذا حضر النوم نمت، لو يحضر اي النوم وانا اقول قصيده قلت لا 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 رقدت. انا النوم على طول استسلمه. كنت ماشي طبعا مسافر يعني بسيط انت تقريبا 180 كيلو. طبق فعليا مقوله النوم سلطان. النوم سلطان والله. اذا جاء النوم انه يسلطن عليكم وش بدري. انا مو بالنيه استسلم له، هو ياخذني اقري واقول له تم 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 ابشر. طيب وش الموقف اللي صار لك؟
كنت مسافر من النماص الى بيشه طبعا تقريبا 200 كيلو من المسافه وطريق ايوه تلقاها بهذا اللي المربعات ايوه انت معي كنت مسافر من ابو معجب الدله الدله الثانيه تلقاها هناك به القهوه فل القهوه فل به القهوه فل جديده قبل نص ساعه مسويناها بس حمد انا مسويها بس سخنه جاهزه انا بجلس اللي قدامنا جلس اللي قدام المطبخ بجلس نفسه ما ادري شيء مسربه لا ما لك لوه والله الدله الثانيه اللي راس اسمها راسها اصفر وهي سيلفر ايوه كنت مسافر من النماص الى بيشه طبعا تقريبا 200 كيلو ساعتين وانا ايش قلت طبعا ابوي يتكلمني في الليل قال ارقد ترى بكره نمشي بيشه قلت بعانك بواصل 200 كيلو ما يحتاج ايوه قلت بصبر فيها وصلت بيشه بنا وسكت وانا وان فينينو اصبر 100 كيلو وفي طبعا طريق خطير الطريق رايح جاي ويمكن عرض الطريق 8 متر وهنا جلد هنا جلد اخط الرين ولا لا 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 يا رجال الرين من بيشه للرياض ايه هذا من ناصر بيشه مع قرى المهم سمعت نص الطريق بعد نص الطريق خلاص قلت يا رب يا اخي يومنا كانت حاولت انك هذه انت يومنا كنعست يا اخي كان غاسل وجهك ومشقل شيء يا اخي قلت اصبر وشاق ازود وها وقعدت يا اخي بخوف والله ما ادري والله ما ادري الا بالصياح والسياره وبعد الناس غشيم كنت غشيم ذاك اليوم ولا تظني باقي غشيم المفروض احس السياره ما تمسك فرامل صح انا ما مسكت فرامل انا رقدت على الفرامل بعد ايوه ليكون قلبت لا ما انقلب الحين بغيت وسلمنا الله وقفت غسلت وجهي جانا من بعض الكلام اللي مو طيار يطير النوم غسل شراعك ها اي أيوة والله الله الله واصل قمت غسلت وجهي طبعا ابوي قدامي ابويا انا كنت لحالي ما له السياره ما تاثرت عشان لا انك تجحد لا اي تك علي ابوي قال وينك تاخرت كنت وراي ترى بس وقفت محطه قال ما دربك ما في محطه ليش تكذب قلت يا اخي وقفت وخلاص وقفنا لبعض اللوازم قال يلا يلا غسلت وجهي ومشيت وصلت بيشه ورقت من خرعه ما رقت لاخر اللي الخرعه باقيه بصدرك والله باقيه بصدري يا ولد بغينا 160 يا ولد ما هي بسيطه من بعدها بالشرك ما عاد سرعت ولا عاد تمشي لو انا نايم والله لو يقولوا بتسافر مش مكه بيني وبينها 40 دقيقه والله اني ارقد والله ذكرت انا واحد من جماعتنا لازم انا قبل اسمع السافر. واحد بعد موقف اللي صار لي واحد من ربوع انا يسولف على النوم انا بالنسبه لي والله النوم سلطان يعني احاول اني اللي صار وضعي ما هو كويس ما اسافر او اني احاول انه وكدني ما اسافر لنا فللنو الله الله واحد وانا من الناس اللي انطر بالسفر واحد من جماعتنا يقول وانا اسافر طريق والله انا ما ادري طالع من الحفر للكويت او العكس وكاد المسافه ما هي هاك بس يقول سبحان الله يقول يوم مسكت الخط يقول نعست الظاهر ان بالبدايه عليه شماق يقول نزلت شماق يقول بعدين شمرت عنكم امي يقول بطير نعس في طريقه يقول يوم اخذت شوي يقول انشق مسجل وانا علي مسجل هذه كلها عشان ايش عشان يطير نعاس يقول ما في فايده يقول امشي 140 يقول افتح الدرايش في الطريقه ذي يقول علوم يقول والله العظيم يقول اقسم بالله يقول اخر شيء يقول اخذي اصيح اخر شيء يقول امسكت الله العظيم انا اليوم سويت رب سلم يقول ما وصلت الا عيوني غاديه حمار كان اخدود علي الله يا شباب اقطع سواليفك يا نواف مو انا كنت اسولف مناحي وما جدد لا جلسة هذه لا نصيحة شوبي نصيحة لا حد